من مصر كانوا بيتصلوا بيا. ايوه قلت لهم انا سمير صبري. السيارة كده تعمل لقاء. ليه ده راح تجوز حد الشاكر ولا ايه؟ مشاهدينا من كل مكان، أهلا بكم، معكم الرشيدي خالد من محافظة أسوان. مشهد ربنا ما يكتبه على حد طبعا، زي ما حضراتكم شايفين ربما الصورة لا تحتاج إلى كلمات، لا تحتاج إلى مقدمات. زي ما حضراتكم شايفين أهو منزل في مدينة أسوان بالكامل تفحم، احترق تماما. النار حولت هذا المنزل إلى ما أشبه بكتلة فحم، كتلة فحم، ولم يتبقى من هذا المنزل إلا الرماد. تخيلوا يا جماعة، أنا عايز كل واحد يتخيل كده المنزل بتاعه، المسكن والملاذ الوحيد، المأوى الوحيد اللي هو بيستظل تحت السقف هذا المكان اللي هو بيأويه هو وأسرته. مرة واحدة المنزل بسبب حريق التهم كل أثاث المنزل، كل الأجهزة الكهربائية، كل المحتويات المتواجدة داخل المنزل. والمأساة طبعا لما نشوف ان الأسرة معاناة بسبب هذا الحريق الهائل الضخم اللي هو التهم كل صغيرة وكبيرة في هذا المنزل. مشهد جحيمي، يعني مشهد كده وانت بتشوفه، يعني كان الله في عون صاحب المنزل وزوجته وأبنائه. تخيلوا ان كل تفصيلة وكل ركن هنا بيحاكي قصة وحكاية، كل ده تحول الى كتلة سواد عبارة عن رماد. حتى اهو النيش والانتريه وكل مقتنيات وكل محتويات المنزل راح، كله راح. يعني تفضلوا كده تتخيلوا مروحة اهي، فيش ولا حاجة موجودة في المنزل. اتمنى طبعا من كل اللي بيتابعونا يبدأوا يسندوا صاحب المنزل، يشوفوا كيف نفتح له الابواب، كيف ندعمه، ما نسيبهوش هو لوحده بس اللي بيحاصر ما بين ويلات النيران التي احرقت كل صغيرة وكبيرة في المنزل، ما بين ايضا في فكرة ان هو كيف استعيد كل المكان الى يعني الاول. اهو هنتعرف على صاحب المنزل، وهو شاب بسيط بيعمل باليومية ارزاقة على باب الله. هنتعرف منه ايه اللي حصل معاه عشان نشوف كيف نقف بجانبه، كيف نفتح له ابواب الدعم، كيف نعيد الجمال الى هذا المنزل الذي تحول الى كتلة رماد وسواد واحترق كل ما يحتوي على المنزل. برحب بيك. السلام عليكم رشيدي. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هاني عبد الله مصطفى. يعني الحمد لله، يعني كنا برا. الأول هاني، أنت معك كم أبناء؟ محمد وعمر 2. طفلين يعني. 2. احكي لنا كده البداية، كنت فين وقت الحريق وإيه اللي حصل بالظبط؟ والله إحنا شقتي جنب الحجة هنا، كنا قاعدين جنب الحجة وسمعنا مرة واحدة كده يا صريخ، جرينا لقينا الكهرباء في العداد ده الستاير. والحمد لله يعني ان احنا كنا برا، والحمد لله على كل حال. بس برضو يعني بنشكر الجيران هنا وبنشكر البيت ساعة الحريق، يعني من ورا البيت. كنتوا عند الحجة حجة ومرة واحدة لقيتوا ولع البيت، ولع على طول. الجيران برضو بارك الله فيهم. وبرضو داخلية المطافي الحمد لله برضو ساعدونا، الناس ما قصروش. والحمد لله على كل حال. برضو بس كانت ساعات من الرعب بتعيشها هاني. اكيد طبعا صعب، يعني اكيد طبعا. حتى من الجيران والناس هنا برضو الحمد لله، الحمد لله على كل حال. وانت الشقه بتاعتك كام اوضه؟ اوضتين وصاله. اوضتين وصاله. اوضتين وصاله. ممكن كده يعني نشوف كده ايه بالظبط اللي ولع؟ هو مفيش حاجه باقي يعني، هو زي ما انت شايف. ايه بس وصف لنا اكتر ايه اللي ده، ايه ده؟ النيش طبعا، وانت هنا والسفره واوضه الاطفال واوضه النوم، يعني زي ما انت شايف. مش
يعني بيجي منزل بلا منزل زي ما انت شايف. الحمد لله. صوت الاطفال كل ولع كل ولع. الحمد لله الحمد لله كل ولع. لا اله الا الله لا اله الا الله. وانت طبعا شفت المشهد هاني طبعا كان مشهد صعب. اكيد طبعا استاذ رشيد اكيد زي ما انت شايف اهو يعني حاجه الحمد لله دمار الحمد لله كله انت طبعا شايف يعني حتى الملابس حتى الحمد لله النيش الانتريل كله زي ما انت شايف التلفزيون الشاشه كله الحمد لله الله يصبرك والله يعني. اللهم امين يا رب اللهم امين. دي الاوضه الكبيره بتاعتك اللهم امين. اوضه النوم برضه كله ولع انت شايفها كله ولع. السقف كله فوق حط النار زي ما شايف هنا برضه الحمام زي المطبخ كله اتدمر الحمد لله. النار كانت مهوله على كده ما سبحان الله. الستاير زي ما انت شايف الستاير مع الانتريه والركنيه ماس كهرباء مسك في الستاير الستاره جنب العداد على طول زي ما انت شايف هنا عداد وجنبه الستاير على طول ستاير الشباك دي ستار على الشباك والسفره سبحان الله. سنه لقينا الدنيا كلها اشعل كله طبعا زي ما انت شايف النار اكلت كل حاجه كل حاجه ما في شيء اكلت حاجة. الفرحه واكلت الحمد. الجمال و... لا اله الا الله الحمد لله هي لم يعني ما لم تقترب الحمد لله احنا برا الحمد لله كنا برا طبعا كنتوا برا الحمد لله. وحتى الاطفال هنا لما شافوا طبعا كانوا في حاله صراخ اكيد المنطقه كلها اطفال على كبار على رجال كله والله يعني مش احنا بس والله كله كان متالم متالم والله من الحريق يعني الحمد لله السقه اللي فوقينا برضه يعني سبت حاجات بسيطه برضه يعني الحمد لله برضه يعني مياه المطاف يعني تطفي الدنيا يعني حتى الشقه الثانيه كانت هتولى يعني بس حاجات بسيطه برضه لما سيتها فوقينا. وانت شغال ايه يا هاني؟ والله يا ارزق يا هاني كنت شغال في السمك في مينا فوق ودلوقتي من ساعه لما عملوا التساريح وبقى العربيات ومنعوا التهريب انا شغالين ارزقيه يوميا شغال يعني في المباني في اي حاجه الشرك بتاع لوكت حاليا الحميات هنا الحميات برضه انت تشتغل في اي حاجه اكيد طبعا على الله استاذ رشيد. شعورك لما دخلت هاني كده وشفت انت تعبت طبعا عشان تبني كل حاجه اكيد طبعا اكيد كل ركن في المكان كان شعورك ايه كده وانت دخلت انت وزوجتك وشفت كل حاجه بقت عباره عن سواد وفحم كده والله يا استاذ رشيد بصراحه يعني كان الواحد غرقان ومش لاقي حد يلحقه يعني كانك انت غرقان وبتمد ايديك كده لان حد يطلعك من الغرق اللي انت فيه بس برضه الواحد بيقول الحمد لله برضه عملنا وربنا كبير برضه وربنا ان شاء الله مش هيسيبنا وكرمنا بالعيال الحلال ان شاء الله الناس الطيبه وعلى الله ان شاء الله يا استاذ رشيد. ومشهد كان قاسي يعني بقول لك ان واحد بيغلق ومش لاقي حد يديله قشاي حتى يتعلق بيه انه يطلع من نجا انه ينجا والله يا استاذ رشيد يعني ربنا يعلم بينا الحمد لله الحمد لله بس اهلا مصبرنا يا رب عمن ربنا وان احنا كنا برا برضه الحمد لله العيال سلام ونحن كويسين. وانتوا بداتوا لا اله الا الله اتوزعتوا اتفتتوا بدل ما كنتوا اسره متجمعه في مكان واحد زي ما انت شايف زي ما انت شايف يا استاذ رشيد يعني الله المستعان الله المستعان. اكيد انت لجأت تعيش عند والدك وهي اكيد طبعا اكيد طبعا الله. صعب والله يا هاني انا والله يعني كان الله في العون بصراحه الله المستعان وكله راح كده وطبعا فكره اعاده الحاجات دي من تاني معاناه اكيد طبعا بس ربنا كبير ان شاء الله يا استاذ رشيد معاناه ربنا كبير ربنا يعينك يا رب واهم حاجه سلامه الارواح الحمد لله ان ما فيش اصابات وان الحمد لله على السلام الحمد لله نحن سلامة الحمد لله على كل حال. ده يعني النار شكلها كانت نار قوية خالص زي ما انت فاهم الستاير مع النيش مع هاي دي طبعا لازم تشعر الله اكبر الله اعظم ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله. بتتمنى ايه او بتحب توصل رسالتك ايه؟ والله استاذ رشيد احنا امنا في ربنا كبير بصراحة الواحد بيستغيث بربنا والله اكبر الله اعظم ربنا فوق كل شيء ان شاء الله ربنا يعوضنا خير لان ربنا ما بيجيبش حياه وحشه ان شاء الله ربنا بيجيب كل حياه خفيفه علينا ان شاء الله وكل الدعم ليك يعني. ان شاء الله يا استاذ رشيد الله يبارك لك ونشكرك ونشكر كل الناس اللي مش سايبانا برضه حتى وزاره الداخليه البندر قسم اول برضه الشرطه وبرضه المطافي والله الناس مش مقصره في اي حاجه والله العظيم طبعا نشكر الناس كلها ونشكرك انت يا استاذ رشيد والله المستعان اللهم المستعان ان شاء الله. هو بص يا جماعه حتى هو شوفوا بشهامته وجدعنته بيحاول ان هو يحوش حتى دموعه من على الكاميرا
يعني شوفوا الألم والصبر مع الحريق الهائل، وهو هو بيقول لك يعني أين الوجه الإنساني يا جماعة اللي احنا نستعيد من خلاله إعادة الجمال وإعادة الحياة. وزي ما انتم شايفين النار حولت هذا المنزل يعني إلى كتلة فحم، كتلة سواد، كتلة رماد، منزل بلا منزل، حياة بلا حياة. تخيل كده لما يكون المأوى والملاذ وعش الفرحة اللي انت بدأت فيه مع أطفالك وزوجتك فجأة كده قدريا لأسباب فنية يشتعل فيه النيران تفقد كل شيء، كل شيء. هو أنا يعني الكلام مش يعني الصورة، يعني هي الصورة مع حضراتكم لا تحتاج إلى كلمات، لا تحتاج إلى مقدمات، تفقد كل شيء. النيش راح، السفرة راحت، الأنتريه راح، الأجهزة الكهربائية راح، المراوح راحت، المكيف راح، الدواليب راحت، الشاشة اهي بقال الله، كل شيء هنا بتخش كأنك داخل اهو منزل بعد مكان بمثابة منزل بيشع بالفرحة والحياة والبهجة تحول الى ما اشبه بمقبرة اهو بسبب كل شيء اشتعلت فيه النيران، وسكانه او اهله او اصحاب المنزل فقدوا كل شيء. وده اللي بالتالي يا جماعة احنا لما بنسلط الضوء على السواد حتى نستعيد البياض مرة اخرى، لما بنسلط الضوء على الاحزان حتى نتمكن من اعادة الفرحة الى هذا المكان. صحيح المكان يوصف بمقبرة لان كل سكانه فقدوا الحياة، حتى الاجهزة الكهربائية اهي مشلولة، معدومة، ميتة، متوقفة. تعالوا نستعيد الحياة الى منزل هاني ابن مدينة المحمودية محافظة أسوان، شاب بسيط، أسرته مكونة من زوجة وطفلين، حريق بسبب ماس كهربي حول هذا المنزل إلى كتلة فحم، كل محتويات المنزل راحت. أتمنى طبعا من كل المسؤولين، كل الجمعيات الخيرية، كل أهل الخير يفتحوا أبواب الإنسانية، يفتحوا أبواب الدعم، نشوف كيف نعيد البهجة والحياة إلى ابن مدينة أسوان. مش هينفع يا جماعة تبقى أنت نايم بالليل وتشوف جارك أو تشوف حد من بلدك أو تشوف حد حتى بالإنسانية والرحمة والمحبة يبقى أنت بتغمض وتنام وهو فاضل طول الليل ساهر وحائر بسبب الأزمة الطاحنة والحريق الهائل اللي دمر كل حياته وهدد استقراره في ملاذه الوحيد. ما اعتقدش يعني ما اكثر النماذج التي تجسد انسانية المصريين وشهامة المصريين وجدعنة المصريين من كل مكان، سواء مسؤول، جمعيات، احزاب، رجال اعمال، كل القادرين، كل اهل الدعم. تعالوا يا جماعة نتكاتف مع بعضنا البعض لاعادة الحياة وتجميل كل ركن من اركان المنزل مرة اخرى. اتمنى طبعا ان شاء الله واحنا نعيد تسليط الضوء على هذا المنزل مرة أخرى، لكن برسومات مبهجة، بأضواء ساطعة، بأثاث جديد ويتماشى حتى مع طموح وفرحة الأسرة البسيطة. أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، وكل ثقة ويقين في كل اللي بيتابعونا هيبدروا على وجه السرعة في دعم وإنقاذ هذه الأسرة التي تموت ببطء بسبب هذا الحريق الهائل. بشكركم وبشكر حضراتكم، وكان معكم الرشيدي خالد.